السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيادة أسعار البنزين بأنواعه 25 قرش وثبات سعر السولار اليوم الجمعة 4 فبراير 2022، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي التوصية بتعديل أسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، وذلك لربع يناير مارس 2022، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة 9 صباحا كالآتي: 7.25 جنيه للبنزين 80، 7.25 جنيه بنزين 80، 8.5 جنيه بنزين 92، 9.5 جنيه للتر البنزين 95. سعر السولار كما هو 6.75 جنيه للتر. دمتم في رعاية الله وأمنه، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.